خلينا يا ميس نتدرب على طريقة كتابة حرف الباء في بداية الكلمة. هاي شكل حرف الباء في بداية الكلمة. هاي عندي السطر يا ميس، بعمل خط عمودي، بدي اعمل مثلها، بدي اعمل هون خط عمودي، بوصله لعند السطر، بعدين بمشي على السطر بشكل افقي وبحط تحت السطر النقطة يا ميس. هاي بالنسبة للاب في بداية الكلمة. خلينا نشوف كيف نكتب اب في اخر الكلمة. هاي شكلها، قلنا مثل الصحن ونقطة تحت السطر. هيها نشوف كيف نكتبها يا ميس. نعمل خط عمودي، بعدين خط افقي على السطر، بعدين خط عمودي لفوق، برفع ايدي وبحط نقطة تحت السطر يا ميس، والنقطة بتيجي بالوسط، ما بحطها على اليمين كتير ولا على الشمال كتير، بالوسط. خلينا هلا بدنا نتدرب على كتابة المقطع باء. المقطع باء، نشوف كيف يا ميس بدنا نكتبه. شوف كيف نعمل خط عمودي، خط افقي، وبطلع لفوق خط عمودي، وبعدين يا ميس بحط النقطة تحت حرف الباء. كمان مرة يا ميس نشوف. بعمل خط عمودي صغير، خط افقي، وبطلع يا ميس لفوق، ما بشيل ايدي نهائيا وانا اكتب، وبعدين يا ميس بحط نقطة تحت السطر. نتدرب على كتابة هلا المقطع بو. المقطع بو، نفس الشيء يا ميس، شوف كيف بدي اكتب. نعمل خط عمودي، خط افقي، بمشي بمشي، اخذ ايدي هيك، بعمل بعدين التربوش تبع البوبو، بعدين بسحل او لحرف الواو، بعدين بحط النقطة. كمان مرة يا ميس ننتبه كيف طريقة كتابة الميس بطريقة صحيحة. خط عمودي، خط افقي على السطر، بكبره شوي لأنه بده ياخذ مسافة لإيش؟ لحرف الواو. بطلع لفوق، بلف اللفة، بنزل فيه لتحت، بحط نقطة تحت حرف الباء. نشوف كيف هلا يا ميس نكتب المقطع بي. المقطع بي، شوف يا ميس كيف بدي اكتبه. نعمل خط عمودي، خط افقي، بنزل يا ميس لتحت بهاي الطريقة، بحط تحت حرف الياء نقطتين، تحت حرف الباء نقطة، ما بشيل ايدي، ما بكتب الاب بعدين وبحط لها النقطة بعدين برجع بكتب حرف الياء، لا يا ميس. نرجع كمان مرة نشوف كيف بدها تكتبها. نشوف كيف بدنا نكتبها يا ميس. هاي خط عمودي، خط افقي، ما تركت، شوف ما تركت ايدي بالمرة، ما تركت القلم، بنزل لتحت زي جسم البطة، بحط نقطة نقطتين تحت حرف الياء ونقطة تحت حرف الباء. ما بدي اول تكتبوا لي بهاي الطريقه اللي هي هيك، نكتب هيك واحط هيك نقطه بعدين اكمل، لا هيك بتكون كتابتك بطيئه ومش مرتبه. هاي الطريقه خطا، اني اكتب حرف الاب وبعدين اكتب الاي هيك، هاي خطا لانك بتطول واثنين ما بيطلع خطك مرتب. انا بدي خطي يطلع مرتب. نشوف كيف كمان مره بدنا نكتب. هاي الاب، واحد عمودي، خط عمودي، خط افقي، بنزل يا ميس لتحت بعدين للشمال بعدين لفوق، وبحط هلا تحت الياء نقطتين تحت الباء نقطه. ماشي يا ميس؟ هاي طريقه الكتاب بطريقه صحيحه. نتبع، ما نشيل ايدنا عن السطر، نضلي ماشيين ماسكين القلم لنخلص. معنا الطالب يزيد يحط دائرة على حرف الباء. اختار يا مس أي كلمة وحط دائرة على حرف الباء فيها. يلا، رائع. وين كمان؟ زقفوا له حامي، ممتاز. ارجع يا مس. يلا يا محمد، أعطي القلم لمحمد. يا يزيد يلا حبيبي، حط لنا دائرة على حرف الباء. يلا أي كلمة بدك إياها. ممتاز يا مس، نزقف لمحمد. اطلعي مصطفى، يلا يا مصطفى، يلا حبيبي، يلا يا مصطفى.
حط لنا دائرة على حرف الباء. أي كلمة اختار، أي كلمة. رائع، نزقف لمصطفى. يلا يا عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن، شكرا يا مصطفى. يلا عبد الرحمن اختار أي كلمة، حط دائرة على حرف الباء فيها. رائع، نزقف لعبد الرحمن. يلا يا بنان، بنان شو بدك نطلع؟ شكرا يا عبد الرحمن، أعطيها القلم. يلا يا بنان، ابكي اسمك بنان. يلا هاي بنان، وين حرف الإب؟ حطي على قده دائرة. رائعة، نزقف لبنان. يلا التايم، ممتازة يا بنان. يلا التايم، نحط دائرة يا مس. يلا التايم، نحط دائرة على حرف الباء في أي كلمة. يلا برافو، نزقف له حامي. كرم، شو رأيك يا كرم تطلع؟ يلا تعال. يلا معنا الطالب الجديد، طالب كرم. يلا يا كرم، وين حرف الباء؟ بأي كلمة اللي بدك إياها، هون مثلا هاي الكلمة. أيوة، يلا حط. ممتاز، رائع. نوقف يا كرم، وقف يا كوشك للكاميرا. زقفوا له حامي، شجعوه. بطل، برافو عليك يا كرم. يلا يا خالد، تفضل يا خالد، نرجع يا كرم. شكرا. يلا يا خالد العمري، حط لنا دائرة على حرف الباء. يلا يا مس، دائرة على حرف الباء بأي كلمة قدامك. رائع رائع، زقف يا خالد. قصاي، يلا قصاي، يلا قصاي، نعطي القلم لقصاي. يلا حبيبي، هاي كلمة، هاي هون هون، هاي كلمة عبد. يلا وين حرف الباء؟ حط عليها دائرة. رائع رائع، نزقف له حامي يا ميس. يزيد طلعت، جواد يلا جواد. يزيد طلعت، جواد يلا جواد، يلا جواد. شكرا يا قصاي، رائعين رائعين، ممتازين. يلا يا جواد نمسك القلم. يلا هاي كلمة، وين عنا هاي كلمة؟ بامية. وين حرف الإب؟ حط على قدها دائرة، على قدها بس، لا على قدها مش على المقطع كله، على قد حرف الباء بس على هاد. وين لا وين النقطة؟ وين النقطة يا مس؟ حط مع النقطة دائرة. دقيقة، لا غلط يا مس، خلينا هاي كمان كلمة. تعال هون هون، هاي كلمة جبنة. وين حرف الإب؟ اللي تحته نقطة. ممتاز، هاي حط على قده بس دائرة، على قده، على قد، لا هذا حرف الإب. وين حرف الإب يا مس؟ وينه؟ وين؟ هاد. يلا، طب كيف حطيت على واحد تاني؟ ايوه هيك، هيو ايه، ممتاز. تعال كمان هون، يلا هون هون كمان. وين حرف الإب؟ هون. ممتاز، حط على قده دائرة، على قده بس، على قده، على قده بس لحاله، بس لحاله هيك. مزبوط هيك، ايوه برافو. خليك بدي اكتب لك كمان كلمة، لا مش متمكن كتير. كلمة، اعطوني كلمة فيها حرف الإب. بالون. يلا هاي كلمة بدي اكتب لك كلمة با، ننتبه، بالون. يلا يا، هاي كتبت لك كلمة بالون. وين حرف الإب؟ هون. طيب لحاله بس على قده حط، طلع كيف؟ اللي زي هاد بس هاد لحاله. يلا بدون الآن. ايوه كمل كمل الدائرة. ايوه برافو، نزقف لجواد. جواد يجيك لعنا، جواد. يلا يا خالد، تعال خالد. شكرا يا جواد، نرجع. خالد امسك القلم، يلا حبيبي. وين هون حرف الباء؟ حط عليه دائرة، ممتاز، حط عليه دائرة. بطل بطل خالد، خليك يا خالد اكتب لك كلمة. اعطوني كلمة فيها حرف الباء. بابا. بابا، كلمة بابا، هاي كلمة بابا، حط لنا دائرة على قد حرف الباء، بس على قد حرف الباء. يلا لحاله. ايوه برافو برافو يا خالد، هاي كمان هاي الباء، رائع رائع، نزقف له حامي. برافو عليك يا خالد، برافو، ممتازين. زقف حامي. اليوم يا مسكي بدنا نقرأ كلمات، مو بس احرف ومقاطع،
كلمات، هاي عندي كلمة، هاي كلمة، هاد لحاله شو سميناه؟ مقطع، هاد لحاله حرف. مقاطع مع حروف تكون لي كلمة، المقاطع مع الحروف تكون لي كلمة. نشوف يا مس كيف نتدرب على طريقة قراءة الكلمة بطريقة سريعة وطريقة سهلة. ننتبه يا مس، عندي بقرأ أول إشي المقطع. المقطع هذا أخذناه امبارح يا مس، شو هذا المقطع؟ باء. بقرأ المقطع أول إشي، إيش هذا المقطع؟ باء. ما بصير أقرأ بؤابة، لا خلص احفظنا إنه هذا المقطع إيش؟ باء. هذا المقطع باء. طيب في بجنبه حرف، هذا الحرف بنقرأ بصوته ومش باسمه، ما بنقرأ بنحكي باء، لا نقرأ إب إب إب. إذا صار عندي المقطع باء وصوت الحرف باء اللي هو إب، صار عندي باء وصار عندي إب. باء جنبها إب، باء باء، يلا باء، ونلفظ صوت حرف الباء هون. باء، شو صوت حرف الباء؟ إب. باء ب باب، باب باب، شو صارت الكلمة؟ باب. إذا كمان مرة يا مس نشوف كيف قرأنا، نخبي على الحرف الثاني، نقرأ أول شيء المقطع، المقطع هاد شو عندي؟ باب باب. طيب وهاد إب باب إب، شو صارت باء مع الإب؟ باب. شو صارت الكلمة؟ باب. إيش الكلمة يا مس؟ باب. بدنا نقرأ الكلمة الثانية، نقرأ بطريقة مقاطع. المقطع الأول عندي إيش يا مس؟ باء باء. والمقطع الثاني يا مس؟ باء. مقطعين باء باء، شو صارت؟ باء 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 باء. إذا إيش الكلمة؟ بابا. إيش الكلمة؟ بابا. وهاي الكلمة بابا. باب. ممتازين. هاي بابا. إيش هاي؟ بابا. وهاي الكلمة باب. أحسنتم. أهلا بكم في قناة المدارس العربية الوطنية، نود أن نخبركم بأن التسجيل ما زال مستمر في مدارسنا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي بأعداد نموذجية وبكادر تعليمي مميز. ليصلكم كل جديد يرجى تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة. مديرة المدرسة آيات شبيلات.